وكما انخفضت أرباح بنك الدوحة بنسبة 10% تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري إلى 271 مليون ريال على أساس سنوي بتأثير من انخفاض صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية والرسوم والوساطة والعمولة. كما تراجعت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6% تقريبا على أساس سنوي إلى نحو 771 مليون ونصف المليون ريال بضغط من ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 12% وزيادة المخصصات بنحو 30% على أساس سنوي. إذن وتعليقا على نتائج بنك الدوحة معنا من الدوحة الدكتور رهفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أهلا ومرحبا بك معنا. أغلب البنوك في العالم وليس فقط في قطر يعني اضطرت إلى رفع المخصصات وهذا البند واضح لدينا، لكن ارتفاع المصاريف التشغيلية ماذا تعنون فيها؟ بالرغم أن الكثير من البنوك كانت قد أوضحت بأنها خففت من المصاريف التشغيلية حتى لو اضطرت إلى تخفيف الوظائف. مساء الخير. نسبة الدخل تراجع بالنسبة للبنوك، الدخل تراجع والتكلفة تراجعت، هذه مقاربة متوازنة. إذا نظرت إلى الأداء الاقتصادي العام، نمو الائتمان هو 6.5%، نمو الودائع 3.5%، هناك نمو لكن هناك انكماش في بعض القطاعات في قطر، لكن القطاع المصرفي مستقر ونحن لدينا نسب جيدة. النظام المصرفي يعمل على الالتزام بالقواعد الحكومية. الفيروس تسبب بنكسة في العالم، نحن نعيش في عالم مترابط ومخاطر الأسواق هي مخاطر عالمية وهي عابرة للحدود، وهذا الأمر أثر على التعريفات وأثر على الربحية وأثر على الودائع، ونحن مستقرون ماليا. العائد على حقوق رأس المال هو 8.5%، الدخل التشغيلي نما ب 6.6%. إذن بالإجمال نحن في وضع صحي، والنظام المصرفي وكل البنوك التي أعلنت نتائجها أعلنت عن بعض التراجع، لكن هذا الأمر يعكس حالة الاستقرار العام في النظام المالي. ولكن ماذا عن المخصصات؟ ما هي نسبة التغطية للديون المشكوك في تحصيلها؟ إلى أي مدى أثرت أيضا على نتائجكم؟ نحن وضعنا مخصصات إضافية مقارنة مع العام الماضي بحدود 30% كما قلتم، والمخصصات أيضا بنينا احتياطيات للمخاطر، فمنذ الأزمة المالية بدأنا نبني احتياطيات للمخاطر، وإذا أخذتها بالحسبان فنحن أمام تغطية 110%، هذه ممارسة جيدة نتبعها منذ 10 سنوات والنسب جيدة. والنظام المصرفي يبني احتياطيات كبيرة لمواجهة المخاطر في النظام. نعم، دعنا نتوجه إلى استراتيجيتكم القادمة. البنوك بشكل عام طلب منها من قبل الجهاز الرقابي أو البنوك المركزية أن تمهل المقترضين حتى نهاية العام، تم تمديد ذلك يعني في بعض البنوك طلبات في 3 أشهر 6 أشهر ثم إلى نهاية العام لتحصيل الأقساط. هل تعاملتم مع هذا الطلب؟ هل أثر ذلك على أو سيضغط بالمزيد على هامش الربحية لديكم؟ الحكومة اتخذت مقاربة ثنائية، أولا هناك سياسة نقدية وسياسة مالية، 20 مليار خصصت لعملية تأجيل القروض، وكان هناك تأجيل للفوائد، وبعض القطاعات المتأثرة والشركات الصغيرة والمتوسطة كانت هناك إعفاءات في الضرائب والإيجارات، بل وحتى كان هناك تعويض للرواتب. أنت على حق، هذا الأمر بالتأكيد ما يحصل يؤثر على النظام، لكن ننظر على المدى البعيد وهناك استقرار على المدى البعيد، وما لم
يتم إصلاح المشكلة على مستوى العالم، فكل الحكومات ستتخذ التدابير المالية لدعم استمرار الأنشطة التجارية. لا نريد أن نكون أمام مشكلة ملاءة مالية بعد أن كانت مشكلة سيولة، وحكومة قطر تدخلت بطريقة فاعلة، وهناك نظام مستقر في قطر، نظام مالي ونقدي مستقر. وإذا نظرت إلى الاحتياطيات، لدينا ضعف الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا احتياطات كبيرة سواء كأصول خارجية أو كأموال نقدية في البنك المركزي القطري وذهب أيضا. إذا هناك استقرار في النظام المالي، وهذا الأمر لن يهدد استقرار النظام المالي على الإطلاق. الدكتور رهفان ستارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، شكرا جزيلا لك.